اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن اقل حاجه نقدر يعني نقدمها او نبين بيها مشاعرنا واكيد مشاعر جمهور مصر كله ان احنا نقدم حاجه بسيطه، يمكن اولها درع من قناه النادي الاهلي بالاشاده طبعا بالحقه وكابتن بيج رامي من بطولته مستر اولمبيا، وكمان يعني بنتمنى له التوفيق في البطوله اللي جايه. يمكن ده يعني درع من القناه نقدم لحضرتك. شاكر جدا والله، يعني ده شرف كبير جدا ليا، وده يعني لا يقل ابدا عن اهم بطولاتي، لان من مكان انا بعتز بيه وبشرف ان انا بنتمي ليه حتى لو بمشاعري. عارف انا عايز بس اقول لحضراتكم ان وقت ما اتكلمنا مع كابتن بيج رامي عشان يتواجد معانا في قناه النادي الاهلي ما سالش على اي حاجه. ما سالش على اي حاجه، قال بالعكس انا قناه النادي الاهلي بالرغم ان عمره ما انتمى ابدا للنادي الاهلي كلابس تيشيرت او حاجه. وبالمناسبه هو كان في الفاصل بيهزر بيقول انا كنت عايز اجيب تيشيرت النادي الاهلي بس ما لقيتش تيشيرت مقاسي. خلين حب وعشقوا لهذا المكان طبعًا. فلازم يعني نحتفل بيه ونحتفي بيه ونبقى دايما ايقونه لينا. وطبعا بنفكره بلحظه الانتصار حبيب. مستر اولمبيا السنه اللي فاتت وقت ما حضرتك رفعت طبعا الميداليه دي وزنها كام يا كابتن؟ الساندو ده هو ده الاهم. وزنه حوالي على 37 باوند. يعني حوالي 18 كيلو. ده عشان انتوا كمال اجسام، انما طبعا لو احنا عند بشر عاديين دون ما نقع بيها ويعني هو طبعا ده الاهم لانه هو السند ده الاهم لان هو ده بيبقى تعب بقى خلاص مدى الحياه. هو ما فيش غير 16 لاعب اخذوه، انا رقم 16 من فضل ربنا يعني. اتمنى انه يفضل معانا في مصر اكتر من سنه على ايد رامي وعلى ايد اشخاص ثانيين ان شاء الله. صحيح. طب والميداليه دي يا كابتن برضه الميداليه مميزه وهي ميداليه عشان تناسب حد اللعيبه. صحيح كل اللعيبه احنا لعيبه بقى صغيرين جبنا ميداليه صغيره كده على قدنا. فاستاذنك يا كابتن لو يعني نقطع التورته مع بعض. يا ريت يا ريت. اتفضل يا كابتن. كابتن هيثم الزاهد عشان بتاع كمال اجسام محتاجه حاجه. احنا مش عايزين نقطع. ايوه بس تسلم ايدك يا كابتن. لا انت قرصت عليها جابت معاك. فخلينا اقول لك يا كابتن ان طبعا دي حاجه يعني ربنا يكرمك. انا اتشرفت جدا وانا سعيد ان انا بجد معاكم، وطبعا يعني اللي بقوله قبل ما اجي انا سعيد جدا مع كابتن هيثم اول باشمهندس هيثم زي ما حب. يعني احنا محبين ليك ولادائك وكمشجعين للنادي الاهلي، وكمان للاسطوره اللي انت حققتها في الرياضه اللي انت يعني كنت جزء كبير منها لمصر قبل الزمالك والنادي الاهلي ومصر كلها. شكرا لحضرتك ودي شهاده كبيره جدا. واحنا طبعا بنعتذر لجمهور النادي الاهلي، طبعا في كلام كتير اتكتب على الميديا كان طبعا بس الحوار كان شيق. وان شاء الله كابتن يعني بيجي ان شاء الله يتوج بالبطوله باذن الله ويكون معانا مرات ومرات ونجاوب على كل استفساراتك ان شاء الله باذن الله. بشكرك يا كابتن نورتنا. شكرا وعايز اقول لحضرتك يعني كل التوفيق ليك يا كابتن. ربنا يكرمك. ربنا يكرمك.